احنا بنتكلم على ال reading skills النهاردة. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ال writing، النهاردة هنتكلم عن ال reading skills. حد هيقول لي طب احنا مالنا ومال ال reading skills؟ هقول لك لأ، انت المفروض ان انت يعني ممكن ان انت تتحط في موقف ان انت عندك report والمانجر بتاعك طالب منك انك تقرا مثلا عدد ضخم جدا من الصفحات، فانت لازم تتعلم السبيد ريدنج وازاي ان انت تفهم وتقدر تدور على الحاجات المهمة. ده اللي احنا هنتعلمه في المحاضرة دي، بحيث ان انت تفهم الكونسبت العام للحاجة اللي انت بتقراها. طيب يا الله، انا عايزه الريكوردينج. انا معلش، شغالة. ايه بعمل ايه؟ لا قوة إلا بالله. في إيه؟ أوكي طيب، في عندنا random thoughts about learning. هنتكلم إن إيه، إن learning shouldn't be painful or boring. يعني المفروض إن إحنا لما نكون بنتعلم حاجة ما نبقاش تبقاش حاجة مؤلمة ولا مملة، وأنا ما أكونش أنا مملة. ف next you have to work hard to figure something out. Don't be surprised if the subject that if you think is the least likely to be useful winds up to be the key to your success. يعني ممكن تبقى حاجة انت شايفها ان هي مش حاجة مهمة، ما تتفاجئش ان هي ممكن تبقى هي دي يعني بتوصلك لنجاح. مثلا كتير منكم بيقول ايه المادة الغريبة اللي انتوا بتدرسوها لنا دي، ايه تكنيك الرايتنج دي مثلا يعني. بس ممكن تكون هي ان هي تكون سبب نجاحك في حياتك بعد كده. فعادة ما تستهونش ابدا بأي حاجة، سواء المادة دي او غيرها او اي حاجة في حياتك. يعني reading the mother of all study skills. There is no gene that makes you a good or a bad reader. مفيش جين معين، يعني احنا ما بنتولدش، يعني مفيش حد فينا بيتولد good reader أو bad reader. It's an acquired skill، يعني دي مهارة مكتسبة. Improving your reading must begin with motivation. ان انت تحسن القراءة بتاعتك بيبدأ بالموتيفيشن، وميك ريدنج هابت، وان القراءة تبقى عادة عندك. speed is secondary to comprehension، يعني السرعة حاجة ثانوية بالنسبة للفهم. طيب good versus poor reader، يعني احنا هنبدأ نقارن بين ال good reader وال bad reader. ده بيكون شكله ايه وده بيكون شكله ايه. ال good reader reads for purpose. يعني ما عندوش سبب معين ان هو يقرأ. good reader assimilates thought.
لكن البور ريدر جيت لوست ان ووردز، يعني بيبقى في مجموعة كلمات هو ممكن هو فاهمها بس هو الدنيا تايهة منه. الجود ريدر ريدز كريتيكالي، لكن البور ريدر swallows everything. طيب اللي فاتت دي يعني ايه؟ دي نقطة مهمة ليكوا كلكوا. مش أي حاجة تقراها تبلعها، يعني swallows يعني يبتلع، يعني أنا مش أي حاجة أخدها وخلاص إنها مسلمة. يعني أنت دلوقتي ما ينفعش كده تبقى هندي مثال بسيط، ان انت بتقلب على الفيسبوك كده وحد كاتب مقالة وحاطط فيها شوية معلومات لطيفة، تمام، وانت تاخدها انها ان ده حقيقي. لازم تبقى عارف هو اللي بيكتب ده خلفياته ايه، خلفياته بقى الفكرية والثقافية والسياسية وكذا 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 وكذا. حتى لو هو كتاب، ان انت معاك كتاب لازم تبقى عارف هو الكاتب ده اتجاهاته الفكرية ايه، مش اي حاجة بلعها وخلاص. فهو الجود ريدر ريد كريتيكالي، يعني بعقل ناقد ابدأ اشوف لا هو بيتكلم كده عشان هو قاصد كذا، لان هو خلفيته كذا، واقرا من اكتر من مصدر وابقى فاهم وابقى بعقل ناقد. ده الجود ريدر. الجود ريدر انجويز اول تايبس، الجود ريدر يعني بيستمتع يعني بأي نوع من القراءة بيحبها، لكن البور ريدر بيبقى بيقرا في وان تراك ريدنج، يعني في مجال يعني في حاجة معينة وبيقرا في وان تراك بس. الجود ريدر القراءة بالنسبة له a tool to improve، إنها أداة لأن هو حسن من نفسه. أما البور ريدر بيبقى الريدنج is boring. الجود ريدر بيشوف القراءة إن هي a world of opportunity، عالم من الفرص، لكن البور ريدر بيعتبر إن القراءة دي ما بتستاهلش مجهود. يعني دكتور معلش عندي سؤال، اتفضل. هو ايه assimilate الصوت، يعني قصده ايه بيها في الجود ريدر؟ assimilate thoughts يعني الأفكار بتبقى مترتبة. يعني بص يعني سوري، عايزة افتح الديكشنري. يعني استيعابها، يعني بيقدر يستوعب الأفكار ويبدأ يرتبها، يعني تدخل دماغه كده مترتبة. تفهم قصدي؟ فاهم قصدك. خلونا نكمل.
how fast you can understand. When you read too fast or too slowly, we understand nothing. يعني لما بتقرأ بسرعة قوي أو ببطء قوي مش هتفهم حاجة. يعني إيه، تعالوا كده، حتى أنت لو جربت تقرأ الجملة دي، يعني لو أنت هتقرأ الجملة دي مرة تانية، أنت لو قريتها بسرعة 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 كده مش هتفهمها. لو جيت تقراها ببطء شديد، اللي هو when we read too fast، هتلاقي نفسك تهت، انت ما فهمتش اساسا انت كنت بتقول ايه. فلا السرعة الزيادة ولا البطء الزيادة بيخليك تعرف تفهم. طيب، اوكي، what counts is what you comprehend and remember. معلش سوري ان انا دوست مرتين، فاللي هي بالجراي فوق، what counts is what comprehend and remember، يعني اللي يهم في الموضوع ان انت هتفهم وتتذكر ايه. practice like anything else will increase your speed levels. الممارسة نفسها للقراءة والمداومة عليها، وده هيخليك ان انت تزود من مستويات السرعة عندك في القراءة. يعني المفروض ان انت لو في 300 كلمة، اعتقد ان دكتور علي كان بيعملوا تمرين، مش متأكدة يعني، لكن لو انت 300 كلمة دول قريتهم في اقل من 30 ثانية، يبقى الكلام ده يبقى انت سريع، very fast. لو من 31 ل 45 ثانية يبقى fast. من 46 ل 60 ثانية high average. من 61 ل 89 ثانية تبقى average. 90 ل 119 هتبقى slow اعتقد، و 120 ثانية or more very slow. دول مثلا انتوا جربوا كده، يعني لو دي هندي نفسنا، لو انتوا جربتوا دلوقتي. دكتور الكلام بس مش باين علشان السكرين الكواليتي وحشة يا دكتور. هي اتعادلت دلوقتي كده. كده تمام. شوفوا كده ممكن بس يا دكتور تنزلي بس. تمام كده. جربوا كده. سيبكم كمان دقيقة، يبقى هم دول 120 ثانية. هنبقى في الفيري سلو ولا ايه؟
طيب تمام، كم واحد حاسس نفسه يعني قيمتوا نفسكم؟ دكتور، هو انا معلش مش شايف ان تقييمي للغه انجليزيه هتنفع اصلا، ان انا مثلا لو الكلام ده بالعربي او كقراءه عربيه كانت هتبقى يعني اسرع بكتير لينا، لان مش كل واحد يبقى مستوى بيرفكت في الانجليش ان هو يخلص الحاجه دي برضه في نفس الوقت. معك حق، معك حق، معك حق. أنا مش معترضة أبدا، بس طب خلاص، انتوا مع يعني انت مع نفسك كده، دي حاجة ليكوا انتوا، مفيش عليها تقييم ولا حاجة. ده احنا بندردش سوا، ان احنا ان كل واحد يحاول ان هو يقيم نفسه، هو في انهي ليفل بالظبط، مستوى القراية. لكن اكيد اكيد انت لسه في انت تاني سنة في الكلية صح؟ باشمهندس بالظبط مين؟ باشمهندس مين معايا؟ تمام. ابراهيم ما سمعتش، اسفه، المايك صوتك بعيد. اي كان يا باشمهندس، اي واحد فيكو، مش لازم الباشمهندس اللي بيسأل. عادي، احنا دراستنا، يعني انا دراستي كانت لغاية ثانوي، انا كنت مدرسة عربي، كنت مدرسة خاصة وانا صغيرة، بس باخد هاي ليفل انجلش، بس كنت ما كان رياضيات وعلوم، ما كانش فيه ماس وساينس. اول لما دخلت الكلية كنت حاسة ان كان فيه تشوك، كنت حاسة ان كتاب الكيمستري، كان عندنا كتاب كيمستري في اعدادي كده، كان فيه كلام كتير قوي 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 قوي، كنت بتخض. ففي حد قال لي مع الوقت هتبدأي ان انتي تتعودي، وفعلا ده اللي حصل. فأنا مش عايزاكم إن انتوا تتخضوا، فهي بتبقى في البداية، فإحنا بنحاول إن احنا نجرأك، نعلمك اللي هو إن انت تتدرب، وإن انت to improve yourself. احنا لسه بنقول إن reading ده practice، يعني إن انت مع الوقت، مع التعلم، مع إن انت تبدأ إن انت تجمع حصيلة من الفوكابلري أكتر، فده لا يقلل من حد فيكو. وحاولوا برضو تعملوا to score yourself في عربي، يعني شوف كده مقالة في جريدة أو صفحة في كتاب، وحاول تجرب نفسك إن أنت تقراها كده، شوف أنت هتعملها في قد إيه، في كام ثانية، أو حاول إن أنت to score yourself يعني. تمام، طيب خلينا next. المفروض كمان ان انت تجاوب على الام سي كيو دي بعد ما انت تقيم نفسك بقى. طب هو ابقوا اعملوا التست ده مع نفسكم في البيت، يعني انتوا كده وجربوها كده مع نفسكم، وشوفوا ان انت ممكن يبقى ازاي. اوكي، ممكن تقيموا نفسكم وهيطلع ايه بالظبط. وين يشهد بوري، امتى تحس ان تبقى قلقان؟ If you fall in the slow or very slow range or miss two or more questions، يعني انت بقى لما تيجي تحل الام سي كيو ده، لو لقيت ان في سؤالين او اكتر انت ما عرفتش تجاوب عليهم، او ان انت لقيت نفسك في السلو او الفيري سلو. لكن انا بقول لكم برضو، يعني ما تبقاش قلقان قوي، يعني ده برضو بالتمرين. انتوا لسه تاني سنه ليكوا في الكليه، مش كلكم كانت دراستكم باللغه الانجليزيه، فالموضوع بيبقى شويه في تشوك كده شويه. فيعني انا بنقل لكم خبرتي انا الشخصيه، لا ده بالتمرين وبالوقت هتلاقي نفسك خلاص من حصيله الفوكابولري دكتور، بتاعتك. دكتور هي هل الكلام ده بينطبق على مثلا لو الواحد يجي مثلا من مرجع؟ بس الحاجات دي يعني مثلا احيانا صفحه بتاخد مني مثلا 5 دقائق، معناها بتبقى 200 كلمه ولا مش عارف كام، واحيانا صفحه مثلا بتاخد مني 30 ثانيه، بس كب الكلام فيها كتير.
واحيانا صفحه ما بقاش اعتقد الموضوع اللي المفروض نقلق منه في الموضوع ده مش السرعه، اللي هي مثلا ان احنا نحل الاسئله لو حليناهم صح ولا لا. هل الموضوع ده بيبقى مثلا شغال يعني على المراجع او على المواد العلميه اللي عندنا؟ الموضوع القرايه مثلا نفتح مرجع ونقرا المواد العلميه دي، هل الموضوع ده بيبقى ماشي عليهم؟ عشان مش شايف انه ليه اي اهميه السرعه في الموضوع ده. هو المفروض ايوه ان هو بينطبق عليه، بس انا اللي بقوله لكم من خلال تجربتي انا الشخصيه. انا قلت لكم ان انا دراستي كانت الماس، يعني ما كانش ماث وساينس، كان علوم ورياضيات لغايه ثانوي. درست الانجليش من كي جي، لكن الماس والساينس كان بالعربي، كان رياضيات وعلوم، فكانت بالنسبة لي المصطلحات فيها مشاكل. ان فكان في البداية انا كنت حاسة بصعوبة لما دخلت اعدادي هندسة، وكان الموضوع صعب. لكن مع دكتور فهمتيني غلط، انا ما سالتش على لو الصعوبه، انا بسال هل الموضوع ده ليه اهميه في لما اجي اذاكر مثلا من ماده من مرجع مثلا او كده. انا حاسس ان السرعه ما لهاش اي اهميه في الموضوع لما نيجي نتكلم عن الكورسات اللي عندنا او عن المراجع العلميه. هو ده انا كان سؤالي هنا. انا فاهمه قصدك. كان انا اكيد انت دلوقتي انت محتاج ان انت تفهم كويس قوي وان انت تركز كويس قوي عشان تقدر ان انت تعمل تقدير في مادتك وان انت تقدر توصل للمطلوب في الماده. ان انا اللي اقصده ان ده ما فيهاش حاجه، بس انت يعني انتوا لسه. طب ممكن نكمل محاضره وبعدين انت هتعرف ان في types of reading، يعني في انا ممكن في حاجات معينة هقراها بسرعة، في حاجات معينة هبقى محتاج ان انا اركز. يعني انا عن نفسي انا كنت بحب اقعد اذاكر ابقى قاعدة مركزة في شغلي ده والمرجع اللي في ايدي ده، وان انا ابدأ احلل كل حاجة عشان ابقى فاهمة كل حاجة. لكن انت لو انت بتتصفح رواية أو بتقرأ تقرير، في ممكن أنت تبقى عايز تفهم الحاجات المهمة. يعني أنا هقول لكم حاجة، يعني مثلا أنتوا بعد كده أنت لو بتعمل بحث، أنت مش معقولة هتبقى المرجع كله هتقعد تقراه كلمة كلمة. أنت عايز بتدور على حاجة معينة، فعينك بتبقى بتجري بسرعة على الكلام عشان تشوف الكونسبت العام هو بيتكلم في إيه، هل الكلام ده هينفعني ولا لأ. هو ده الكلام. أنت إيه الغرض من القراءة نفسها؟ فاهم قصدي يا باشمهندس؟ يعني انا دلوقتي انا بذاكر عشان نازله الامتحان الصبح، اوكي، فانا لازم ابقى مركز في كل كلمه ولازم ابقى واخد بالي من كل حاجه، صح؟ اكيد هاخد وقت اطول. لكن لو انا دلوقتي بعمل بحث، قلت لكم اعملوا لي بحث في سين من الكلام، طيب الموضوع سين ده هيتطلب ان انت تقرا في مجموعه مراجع، فانت ممكن المرجع ده بيتطرق لاكتر من حاجه او ممكن يكون مش تبعك خالص، فانت المفروض تبص عليه بسرعه 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 وتقرا قراءه سريعه. فهنا هنا السرعه مهمه، ان انا ابدا ان انا ممكن ان الكتاب كله ياخد فوق في ايدي وقت قليل خالص، انا تصفحته وعرفت انا عايز منه ايه وايه هو بيتكلم بصفه عامه الكاتب عن ايه وانا ايه الجزء اللي انا هاخده منه. هو ده اللي احنا عايزين نعلمه لك عشان بعد كده في حياتك، سواء انت هتبقى باحث او هتكون مثلا لو انت بتشتغل في شركة وطلب منك المدير بتاعك ان انت تقرأ تقرير معين وتلخصه مثلا في كام جملة، فلازم ان انت تبقى عندك مثلا 400 صفحة ولا 200 صفحة، يعني هتقعد تقرأ كلمة كلمة يبقى مش هتخلص. انت فهمت وجهة نظري؟ لكن انت على حسب البربوس بتاع القرايه بتاعتنا بتظهر اهميه السرعه في الفهم، ما تبقاش مهمه اما لما في البرزنتيشن مثلا تبقى مهمه شويه. في الايه في البرزنتيشن القرايه مثلا السرعه هنا بتبقى مهمه شويه. يعني زي ما السرعه، يعني انت لو انا قلت لك
بكرة الصبح هعمل لي بحث عن كذا، تمام؟ وانت مضطر تدخل المكتبة قدامك 5 مراجع، كل مرجع قد كده، هتقعد تقرأ ورقة ورقة؟ أكيد لا. هتبدأ تبص عليهم بسرعة وتشوف التايتلز والهيدلاينز والسبتايتلز، الهيدنجز والسبهيدنجز، وتبدأ ان انت تجمع صورة عامة للكلام، عينك هتمر بسرعة على الكلمات، تبدأ ان انت تفهم المين كونسبت. احنا هنكمل المحاضرة وانت هتاخد بالك ان هيبقى في حاجة اسمها في الباراجراف، في كنترولينج سنتنس، في حاجة اسمها توبيك سنتنس، تفهمك الموضوع كله، عينك تروح تدور عليها. فخلينا ما نستعجلش. بس هو ردا على سؤالك تحديدا، لا، هو انت عايز ايه من القراءة نفسها؟ الهدف نفسه هو اللي بيحدد اسلوب القراءة بتاعك، تمام؟ A good reader should be reading fast or very fast and have gotten at least 3 of the 4 questions correct. Okay. What decreases reading speed comprehension? ايه اللي بيقلل سرعة القراءة والفهم؟ Reading aloud or moving your lips when you are reading المفروض. عشان انا دوست بالغلط وقفلت الشاشة عندي، فانا اسفة. رجع تاني صح؟ لا لسه. مرجعش. ممكن يبقى في لا لسه ديلي مرجع. بس لسه ما رجعش لحد دلوقتي. هو اللي عندي ما جاش. او جه يا دكتور خلاص. طيب تمام. طيب انا هشتغل على ال هو رجع كده ده. طيب اوكي. اشتغل في PDF احسن، باوربوينت مستفز. طيب. What decreases reading speed comprehension؟ إيه اللي بيقلل سرعة القراية والفهم؟ Reading aloud or moving your lips when you are reading. يعني هنا في خطأ، مفروض في you are reading أو when you read، مفيش your. يعني لما بتقرأ بصوت عالي أو بتحرك شفايفك في القراءة، ده بيقلل السرعة ويقلل الفهم. Reading mechanically using your fingers to follow words, moving your head as you read. انتوا عارفين دي معناها ايه؟ اللي هو ايه؟ عارفين كده الأطفال الصغيرين لما بيقعدوا يقروا في الفصل، اللي هو ذهب أحمد إلى السوق، إلى السوق بقى أسفة، واشترى كذا كذا كذا، وبعدين إيديهم على الكلام كده وهم بيقروا وبيهزوا دماغهم. عارفين انتوا المشهد ده؟ هو ده الـ reading mechanically كده using your fingers، وان انت بتحرك دماغك. applying the wrong kind
for reading to your material، ان انت تستخدم اسلوب القراءة، نوع القراءة الخاطئ. وليد انت كنت بتسأل لسه اهو. applying the wrong kind for reading to your material، الباشمهندس اللي كان بيسألني وليد صح؟ هو ان انت تستخدم اسلوب القراءة الخاطئ، نوع القراءة الخاطئ للماتيريال بتاعتك، زي ما بقولك، زي ما كنت بقول. lacking sufficient vocabulary، ان انت عندك نقص يعني ما فيش vocabulary كافية عندك. طب ايه اللي بيزود سرعة القراءة؟ focus your attention and concentration، ان انت تبقى مركز. eliminate outside distractions، ان هو ان انت القضاء على اي حاجات تعمل تشويش خارجي. provide uncluttered and comfortable environment، من انت توفر بيئة مرتبة ومريحة. don't look up single words but keywords important to understand the concept. فاكر يا وليد لما بقولك انت ممكن يبقى قدامك المرجع، انت عينك بتروح على كلمات معينة، ممكن تبقى الكلمات دي تبقى كلمات keywords، تبقى كلمات مفتاحية يعني، او مثلا ايه، لو في paper ورقة بحثية وتلاقيه كاتب لك تحت الكيوردز بتاعتها، انت تبقى فاهم ان هو بيتكلم حوالين الموضوع ده، بدل ما تقعد تقرا كل حاجه تعرف ايه دي انت هتحتاجها ولا مش هتحتاجها اساسا، ما هو بيتكلم في حته تانية خالص. فانت بتشوف مجموعه كلمات single words او keywords تبقى مهمه عشان تفهم الكونسبت العام. grasp the overall concept and not the details، يعني grasp يعني يقبض على، يعني يمسك، يعني ان انت تبقى ملم بالكونسبت العامة مش التفاصيل. انتوا فاهمين يعني ايه كونسبت؟ تالي كتير منكم ما يعرفش يعني ايه كونسبت، صح؟ مفهوم. ايوه، الفكرة العامة، المفهوم العام. في بقى دي حاجة، use a pen in your mouth to avoid moving your lips when you are reading. يعني تحط قلم على في بقك عشان تمنع شفايفك من الحركة أثناء القراءة. بس بصراحة يعني ده رأي شخص، يعني ما انصحش بالكلام ده، والكورونا دلوقتي والحاجات اللي كلها حاجات تخوف دي، ربنا يحفظكم جميعا. لكن هو يعني المحاضرة دي لها أكتر من مرجع، فهو الكاتب يعني هو بيفترض إن لما أنت تحط قلم، هو بيقول إن تحط قلم هيقلل من حركة شفايفك وأنت بتقرأ، فإحنا نحاول نقلل من حركة شفايفنا من غير القلم، من غير بقى تلوث والقلق ده. طيب، how to increase your comprehension، ازاي ازود الفهم عندي. learn sequentially adding new knowledge to existing knowledge، يعني ان انا اتعلم ان انا احط المعلومة الجديدة على المعلومة اللي موجودة، اللي هو حاجة كده تبقى تراكمية، حاجة تبقى حاجات كأني بحط حاجات فوق بعضها كده، ان انا ارتب دماغي كده، ان انا معلومة واضيف المعلومة جنب المعلومة. reviewing and rethink at certain points in your reading، discard your conclusions if you don't make sense and go back and reread. يعني دلوقتي انت قاعد بتقرا، فبدات انت تكون نتائج، يعني انت تقول لو لقيت النتائج اللي انت توصلت لها دي مش منطقيه ارجع اقرا تاني،
يبقى انت ممكن ما فهمتش صح. احنا هنا دلوقتي احنا بنقول ايه، ايه اللي بيزود الفهم بتاعك. Summarize what you read and rephrase it in your own words. انت هتلخص اللي انت قريته وتعمل له rephrase، يعني إعادة صياغة، تبدأ تكتبه بمفهومك انت، بكلماتك انت. The chain of comprehension، السلسلة بتاعت الفهم. الأول grasping the main idea، gathering the facts، figuring out the sequence of events، drawing conclusions. Good readers develop an instinct for recognizing which level to use for which document. يعني القارئ الجيد بيقدر بيبقى عنده اللي هو يقدر يطور اللي هو إحساسه بأن هو يقدر يتعرف إيه المستوى اللي هستخدمه للمرجع ده. برضو زي ما كنت بتكلم معاك يا وليد، يعني زي ما قلت لك، يعني أنا عندي 4-5 مراجع وعايز أقراهم عشان هقدم بحث بكرة الصبح أو آخر الأسبوع، ما مش هينفع أقعد أقرأ كلمة كلمة يعني. فأنت بتحدد المستوى اللي أنت هتشتغل بيه لكل مرجع من المراجع، أنا محتاج منه إيه؟ هل هو حسب نوعه، حسب إيه اللي أنا عايزه من الدوكيومنت ده؟ Reading with purpose takes fundamental purposes. عندك إن أنت ممكن to grasp certain message, find important details, answers a specific question, evaluate what you are reading, apply what you are reading, entertain oneself. يعني في ممكن دي اللي هي ال purposes الأساسية اللي انت ممكن تكون في ال documents المختلفة اللي انت بتقراها. طيب حد فيكو كده، يعني واحد واحد كده يقول لي ممكن يعني واحد يقول لي مثال على كل حاجة من دول. يعني مش لازم بالترتيب، مين هيبدأ؟ ايه نوع الدوكيمنت اللي انت هتبقى بتقراه هيحقق البيربز ده، الهدف ده او الغرض ده؟ الرواية مثلا ممكن تحقق، النوفل ممكن تحقق الانترتينمنت، او لو انترتين اون سيلف. طيب تمام رب. طيب حد تاني، حد يختار حاجة تانية؟ يا دكتور كتاب علمي، مثلا كتاب ميكانيكا عشان apply what are you reading. تمام اوكي، يعني اللي هو اوكي. طيب ايه كمان، مين هيختار؟ ممكن كل واحد فيكم يبقى ممكن question. اول واحدة مثلا لما اكون بقرا ميل او حاجة، اول واحدة اللي هي grasp اللي هي certain message دي، ممكن لما اكون بقرا ميل. ممكن، بس هنا ممكن يقصد ال certain message اللي هي رسالة يعني الكاتب عايز يوصل رسالة، مش معنى رسالة اللي هي رسالة ممكن اللي هو رسالة مفهوم معين. لو ممكن نقول في الاكزام اللي هو answer specific questions. ممكن answer specific question ده مثلا ورقة علمي، مثلا عايز اجاوب ده على سؤال ما، مثلا مطلوب مني في ريبورت او حاجة. دكتور احنا مش سامعين حضرتك.
يا غالبا طلعت في الميتنج ولا ايه؟ دكتور المايك خد عند حضرتك. دكتور حضرتك عامله ميوت. طب ازاي اتعمل ميوت لوحده؟ حد يفهمني، انا ما عملتش ميوت. أنا لسه واحد برضه عمل لي someone removed you، واحد طردني من الميتنج بس أنا خاف يطردني تاني فأنا هقفل المايك. إذا في حد بيحاول يعني يعمل مقلب لطيف يعني؟ طيب هو ممكن حضرتك تعملي edit للبرميشن يا دكتور، وبس محدش يقدر يعمل حاجة. بص هو مش وقته خالص دلوقتي، احنا هنخلص المحاضرة بس عشان تعرف تاخد التوتوريال بتاعكو، وبعدين نبقى ايه لما يعني اللابتوب بتاعي يعني ربنا ينجيه بالسلامة، نبقى نشوف القصة دي، نبقى نظبط كل القصة دي. فين ال كنتوا بقى بتقولوا ايه؟ مين اللي كان بيقول ايه بقى بالظبط؟ كنت بقول لحضرتك answer a specific question، مثلا ده معناه ان انا مثلا اجيب ورقة علمية مثلا عشان اجاوب على سؤال ما مثلا مطلوب مني في ريبورت، او سؤال مثلا حد سألني عليها كذا. ايوه صح، ده كلام كويس برضو. وان انت برضو ممكن ان انت برضو من خلال ورقة علمية تدور على important details، حد بحث في نقطة معينة عليها في كتاب. في امثلة كتير قوي. انا مبسوطة منكم ان انتوا صحصحين. طيب في الكتاب كلوز يعني مفاتيح. طيب في find the clues in a book table of contents، اللي هو جدول المحتويات. انا عندي كذا وكذا 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 في صفحه كذا في صفحه كذا. preface or introduction المقدمه، footnotes والجلوسري والبيبليغرافي and or recommended reading، appendices اللي هي الملاحق، والاندكس. الاندكس ده يعني ممكن تبقى كلمات كده، والكلمات دي موجودة في صفحة كام. طبعا انتوا عارفين ايه الفوت نوت صح؟ فوت نوت بيبقى الكلمة كده عليها رقم، وبيبقى مكتوب تحت ايه الحاجة دي. يعني مثلا ايه الموضوع ده، لو كتبت تفاصيل عنه في السياق مش هتنفع، فانا ممكن احطها في الفوت نوت. يعني يبقى معنى مثلا كلمة كده، يعني بنشوفها في الروايات تبقى كلمة صعبة مثلا، كلمة عربية وبيبقى فيها فوقها رقم وتحت الرقم دوت ومعناه. فيشرح يبدأ يقول، وممكن برضو ان انت تحطها يعني حتى لو انت في عندك بحث او حاجة وانت شايف ان هو مش الموضوع في السياق. مثلا هتكلم، انا بتكلم مثلا عن حاجة تاريخية يعني، او انا بتكلم الموضوع. انتوا كلكم عارفين ان انا دكتورة في قسم عمارة صح؟ معلش اعذروني لو انا هدي المثال على حاجة لها علاقة بتاريخ العمارة يعني. يعني مثلا انا اساسا بتكلم على حاجة تانية خالص، بس في المقدمة بتكلم مثلا على عملية نقل معابد فيلة. اوكي، فهاجي اقول احط فوت نوت واحكي تحت هي ايه معابد فيلة دي، او ابو سمبل او ايا كان يعني، وهبدا اقعد احكي القصه كلها اللي هي ما تنفعش في السياق فوق، فحطها في الفوت نوت. اوكي، خلونا نشوف. في بقى حاجه اسمها الكلوز ان ذا تشابتر. في بيبقى احنا دلوقتي ايه المفاتيح اللي ممكن الاقيها في الشابتر، في الهيدنجز والسب هيدنجز.
زي ما كنت بكلمك يا وليد، انا ممكن ابقى ببص اشوف ايه بقى العناوين الرئيسيه والعناوين ايه اللي هي الفرعيه. السب هيدنجز دي ممكن بيبقى فيه يعني فيه هيدنج 1 وهيدنج 2 وبيوصل لغايه هيدنج 7، ممكن يبقى اكتر بس احنا ما نفضلش اكتر من 7. في حاجه اسمها الاند اوف تشابتر سامري، نهايه التشابتر، الملخص بتاع نهايه التشابتر. في البيكتشرز والجرافس والشارت والهايلايتد تيرمز والفوكابلري اند فاكتس، يعني انا ممكن يبقى في مصطلحات معينه واخده معمول لها هايلايت، في فوكابلري، في فاكت، في الكويستشنز. بري ريدنج is reviewing the clues and and defining the purpose for reading. وليد، سؤالك يا وليد اهو، الكلام اللي كنا بنقوله اللي كان زميلكو بيسألني عليه، فانا كنت بقول له انت هتبص بسرعة كده، هتبدأ تشوف الكلوز بتاعتك، هتبدأ تشوف انت بالنسبة للهدف بتاع القراءة بتاعك انت محتاجه، محتاج الكلام ده ولا لا. تمام، بعد إذنك. انت هيبقى الهدف من القراءة بتاعتك ان يعني انت تبدأ تحدد انا الموضوع ده انا هستغله في ايه او هشتغل منه في ايه او هستخدمه في ايه، بس تعمل كده بري ريدنج سريع عشان تعمل ريفيوينج للكلوز دي، اللي انت تبص على الهيدنجز والسب هيدنجز، السامري بتاع الاند اوف تشابتر، تبص على الجرافز، البيكتشرز، الهايلايتد تيرمز، الفوكابلري، الفاكتس، الكويستشنز. دكتور، اتفضل. هو ايه الفرق بين الفوت نوت والابندكس؟ الابندكس ده يعني ملاحق، ايوه، اللي هي برضو بيبقى فيها مثلا شرح نقط مش هتتشرح في سياق الكلام، بتبقى زيادة. حاجات، لا ده بقى بتبقى حاجات كبيرة، يعني مثلا انا هحط استبيان عملته علشان انا حطيت جوه البحث مثلا النتائج بتاعت الاستبيان ده، قلت مثلا ان في 90% من الناس بيقولوا كذا وفي 5% بيقولوا كذا وفي 10% قالوا كذا وفي 30 وفي 70 وفي، فايه عملوا ايه 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 ده وفقا لاستبيان انا عملته مع مثلا مع اهالي المنطقة دي. اوكي، طيب ورقة الاستبيان، الأسئلة اللي الناس اتسألتها، ممكن تحط مثلا ورقة الاستبيان دي في الملاحق، ممكن مثلا إثبات نظرية أنت هتحطها في الملاحق، ممكن مثلا خريطة تحطها في الملاحق. فهمت قصدي؟ غير الفوت نوت بتبقى كلمة وبتفسر معناها أو بتحكي عنها إن عشان القارئ يبقى فاهم أكتر. تمام، تمام، شكرا. Reading faster without speed reading، يعني انت تقرأ أسرع من غير قراءة سريعة. Speed up when you see words like, likewise, in addition, moreover, furthermore. الكلمات دي يعني الكلام، يعني انت ممكن تسرع، يعني in addition to يعني بالإضافة إلى، يعني هو نفس الكلام بالإضافة في كذا، moreover وكمان، يعني يعني moreover في كذا، يعني ده زيادة عن يعني بيتكلم في نفس الموضوع، فأنت تقدر إن أنت تسرع لما تشوف الكلمات دي. تقدر تبقى تبطئ لو شفت on the other hand, nevertheless, however, rather, but. Watch up for payoff words and phrases. Payoff words يعني اللي هي كأن كل الكلمات دي مكافأة ليك، يعني
اللي هي في الآخر بيقولك to summarize, in conclusion, therefore, consequently, thus. يعني هو كما لو كان بيجيب لك الخلاصة يعني, فأنت تقدر أن أنت تفهم الكلام ده كان بيتكلم عن إيه. فدي بتتسمى pay off words, كأنها مكافأة. Three basic types trading methods. يبقى احنا عندنا في methods مختلفة للقراءة. في ممكن حاجة تبقى quick reference أو critical أو plagiar. Fit your method to your purpose. يعني خلي الطريقة بتاعتك, الميثود بتاعتك مناسبة للpurpose بتاعك, للهدف بتاعك. طيب النيوزبيبر advertisement, إعلان في جريدة, هيبقى الهدف مثلا إن أنا to locate best price for a car. أنا الهدف بتاعي إن أنا بدور على سعر كويس لعربية. يبقى الطريقة دي اسمها إيه؟ quick reference. طيب المجازين, أنا بقرأ مجلة to stay aware of current events, أعرف الأخبار الجديدة يعني. ما أعرفش أنتوا الجيل بتاعكوا يمكن معاش قوي اللي هي الفترة ان احنا كنا بنروح نشتري مجلة اسمها اخبار النجوم بقى وكده, ونقعد نشوف الـ اخر الاخبار بتاعة الفنانين وبتاعه كلام من ده. كل حاجة دلوقتي بقت على فيسبوك. فاللي هو to stay aware of current events ده. دي برضو نوع القراءة اسمه quick reference. لكن أنا لو عندي self-help book والهدف يعني to get along better with family, فهتبقى القراءة هنا ناقدة, critical. هل يعني إيه critical؟ يعني أنا بفكر كده بعقل ناقد كده, مش اللي هو زي ما قلنا مش أي حاجة بلعها يعني. دي هتبقى قراءة كده ناقدة, وإن أنا قاعد بفكر صح. لو عندي biology test, امتحان biology, يبقى to prepare for an exam, يبقى هيبقى قراءة ناقدة برضو وانا بفكر. New issue of Rolling Stone, يعني موضوع جديد عن رولينج ستون. أعتقد أن دول كانوا فرقة في أمريكا زمان أو حاجة كده يعني, يعني فرقة موسيقية أو حاجة كده. رولينج ستون ده اسم حاجة كده يعني حاجة في ال... طب إيه الهدف؟ to get mind off biology, أن أنا بحاول أن أنا ما أبعد دماغي عن المذاكرة, وبحاول أن أنا أفرفش يعني وأغير المود. هيبقى الميثود بتاعتي اسمها بلاجر. become an active reader. purpose for reading is as vital as oxygen to life. القراءة مهمة زي الأكسجين للحياة. active reading involves your mind and emotions in the message communicated. القراءة الأكتيف بتخلي في يعني زي انتخارات, أو إن قراءتك دي متضمنة عقلك ومشاعرك في الرسالة اللي بتوصل.
طيب حد يقول لي ازاي هي ممكن تبقى فعلا في emotions الواحد انه يحسها من خلال القراءة؟ يا شباب يا شباب في الروايات مثلا يا دكتور، لما مثلا بطل القصة مثلا تحصل معاه حادثة أو حاجة زي كده، الواحد بيبقى حاطط نفسه مكانه، فيلاقي مثلا قريبه مات أو هو شخصيا جاله مرض أو حاجة زي كده، الواحد بيتقفل يعني نفسيا بيبقى تعبان. ايوه صح صح ده حقيقي. ان او ان ممكن الواحد يكون، ايوه ده حقيقي، الواحد يقرأ رواية وممكن عينه تدمع، ممكن يكون بيقرأ حتى مقال عن حتى ويبكي. فهي دي ان انت ممكن القراءة ان هي تنقل لك مشاعر. اه ده حقيقي، زي ما برضو وانت بتقرأ في الرواية ويحصل حاجة حلوة لبطل القصة فتبقى سعيد علشان هو سعيد. فهي دي الإيموشنز اللي بتتنقل من خلال الرسالة اللي بتوصلك من خلال القراءة. طيب Finding the main idea. Good writing contains a controlling message that connects the specific details or facts. في حاجة اسمها الـ controlling message، دي اللي بتربط التفاصيل والحقائق مع بعض. دي الكتابة الصح هي اللي فيها controlling message، اللي هي بتجمع الفاكس مع بعض والديتيلز مع بعض. فاكر يا وليد لما كنت بقولك احنا بندور على ايه؟ على التوبيك سنتنس او الكنترولينج مسج في الكتابه، عشان تفهم الموضوع بصفه عامه بيتكلم عن ايه. اهو واحنا اهو بن ايه اهو الجمله جايه اهي، جود كومبريهنشن ايه ذا ابيليتي تو جراسب ذا مين ايديا ذا مين مسج. انت الفهم الجيد ان انت تقدر ان انت تجراس الرسالة الرئيسية. An obsession with facts can obscure the big picture, make you understand the tree and not the forest. ان انت تبقى بتدور على الديتيلز او الفاكت وبتبعد عن الرسالة الرئيسية، يبقى كأنك بتحاول تفهم الأشجار مش الغابة. هو بيقول the trees and not the forest، يعني انت المفروض تفهم الـ controlling message، الحاجة اللي هي العامة اللي بتربط الموضوع كله، الـ controlling message بتاعت الموضوع كله، الـ concept العام. لكن ما اقعدش امسك ان انا اقعد افهم تفاصيل وانا مش فاهم الرساله العامه ايه. Dissecting your reading, learn to use the topic sentence or paragraph, summary sentences, supporting sentences, transitional sentences. ده بقى مهم قوي ان انتوا الحاجات دي، الاربع حاجات دول، ان انت ان انت تقدر تطلعهم من الـ من الـ من الباراجراف بتاعك. ده هيخليك تفهم الفكرة العامة بتاعتك. طيب the topic sentence summarizes what the paragraph is about. topic sentence دي بتلخص الباراجراف بتاعك عن ايه، بتكون الجملة الأولى أو الجملة الأخيرة في الباراجراف. the first or last sentence in a paragraph. when it is obscured or hidden, write a headline for the paragraph. write five words word summary. يعني لما تبقى مش موجودة، مختفية ومش موجودة، تعمل لنفسك ايه بقى؟ تحط عنوان للباراجراف او تلخص، تعمل سامري من خمس كلمات.
فاكرين واحنا بنذاكر في المدرسة في ثانوي او حتى وانتو دلوقتي، اما احيانا الواحد عشان يفتكر في الامتحان يقعد يكتب لنفسه عنوان او عنوان ده او يلخص الكلام ده في كام كلمة كده. حد فيكم كان بيعمل كده؟ يا شباب انتوا رحتوا فين؟ ايوه دكتور معاك. ما حبيتش سامعيني؟ اه سامعين. طيب كنتوا بتعملوا كده صح؟ كلنا. طيب يعني كان احيانا ان انت ممكن تحط تايتل صغير للحاجة او للباراجراف معين مش مكتوب بشكل واضح او تلخصه في كام كلمة صح؟ فده بيحصل احيانا. اه تمام يا دكتور. طيب دول ده بقى دي ده تمرين المفروض. فاحنا كده سريعا حد يطلع لي التوبيك سنتنس هنا. خدوا وقتكم اقروا كده بشويش او مش بشويش يعني بفهم. وبسرعة يعني بسرعة معقولة تخليك تفهم. هو آخر توب حاول تقرأ وتفهم. أول جمهور تاكس انفيشن مثلا. هي فعلا هي زميلكم مين اللي قال أول جملة؟ أنا. طب اقراها. يوسف. تمام. working and debt collection both mix. تمام هي فعلا الجملة الأولى. فأنت دلوقتي اللي ممكن يكون وقع في الخطأ ان هو اختار جملة مش سليمة. هو ممكن يكون ما قراش يعني قرا بسرعة بس ما قدرش ان هو يكون صورة كاملة او يفهم الكلام كله بالضبط عن ايه. طب جربوها كده تاني عشان وقت المحاضرة. فانتوا مع نفسكم ابدأوا انتوا برضو اعملوها تاني وفهموا احنا ليه قلنا هي الجملة الاولى. تمام فدي التوبيك سنتنس اللي هي بتتكلم عن الموضوع ككل. لكن هتلاقوا الجمل التانية اللي انتوا قلتوها هي تفاصيل مش دي التوبيك سنتنس اللي هي بتقول الموضوع بصفة عامة. ومش حضرتك قلتي ان التوبيك سنتنس تبقى اول اخر جملة بس اصلا ما ينفعش تبقى جملة في النص كده؟ لا انا قلت ايه لو انت احنا قلنا ايه هي بتكون الفيرست واللاست سنتنس بس ما هي مش لازم تبقى موجودة ممكن تبقى مش موجودة. فأنت في الحالة دي لو هي مش موجودة بتبدأ أنت تحط هيدلاين للباراجراف أنت أو تلخصه في 5 كلمات. تمام؟ تمام. طيب انتوا اقروا ده اقروا دي كمان وشوفوا انتوا شايفين ان في هنا topic sentence فيه ولا ما فيش. ولو ما فيش ممكن تقترحوا ايه.
job search. The benefits of internet. عذرا ممكن في اتنين تكلموا في وقت واحد. الأول أنتوا شايفين topic sentence ولا لا؟ آه شايفين، يعني أنا شايف الـ job search هو الـ topic sentence بتاع الـ paragraph. طب هي job search دي دول كلمتين، تقصد الجملة دي كلها؟ آه هو أنا شايف أن هو يجوز. طب احنا لو احنا دي ما عجبتناش وقلنا عايزين نعمل لها تايتل، ممكن نعمل لها تايتل شكله ايه؟ ممكن نقول حضرتك مثلا technology helping us for finding jobs. اوكي حلو الكلام، حلو برافو، انا مبسوطة من التفاعل بتاعكم. تمثال ثالث. Day trading, however, can provide you with an opportunity to make money in the short time without waiting years to see the results. While your long-term portfolio is dependent on the belief that with the time, the market tends to go up, day trading allow you to take advantage of the current short-term market environment. You must never forget that although our stock market has done extremely well during the last 60 years, there is no guarantee the times will continue. طيب انتوا شايفين هنا في topic sentence. طيب هو الموضوع بيتكلم عن ايه؟ ال day trading وربحها السريع وال stock trading. تفتكروا هنا في تفتكروا هنا في topic sentence advantages of day trading مثلا؟ سوري مرة تانية بشمهندس، اسمك ايه؟ خالد. حمد خالد. طيب يا خالد انت قلت ايه بعد اذنك؟ advantages of day trading مثلا. يبقى انت ما قريتش الباراجراف صح. طيب هديكوا دقيقة اقروا كده افهموا المعنى. ينفع تريدنج بس؟ لا هو دي يعني هو دي تريدنج مش مضمونه دايما، فمثلا نقول ان هو دي تريدنج isn't او can't rely on day trading. The ups and downs of day trading and stock market. انت جملتك اوقع، لان هو انت اسمك ايه وزميلك اللي قبلك على طول كان اسمه ايه؟ انا نور. نور. طيب البشمهندس اللي كان بيتكلم على الداي تريدنج مين اللي اتكلم قبلك؟ اسلام. انا اسلام. طيب دلوقتي انت عارف انتوا ايه الفرق بين العنوانين اللي انتوا دلوقتي انتوا الاثنين افترضتوا ان مفيش topic sentence معاكو حق. كان مشكلتك يا اسلام ان انت ما جبتش سيره الستوك ماركت خالص. هو هنا ف
فعلا بيتكلم على الـ على ان المفروض التايتل اللي هتحطه او التوبيك سنتنس اللي هتحطها او الهيدنج اللي هتحطه شامل كل حاجه، كل الحاجات المهمه اللي اتقالت في الموضوع. هنا هو بيقارن، يعتبر بيقارن بين الـ بين الدي تريدنج والستوك ماركت. فهي انت مش غلط، بس زميلك عنوانه اقوى لان هو جاب سيره الستوك ماركت. فاحنا ممكن هنا نقول الدي تريدنج فيرسس الستوك ماركت مثلا، هي كلمتين يلخصوا كل حاجه. انت فهمت قصدي يا اسلام؟ اه تمام يا دكتور، بس برافو عليكم، انا مبسوطه منكم يعني انتوا بتفكروا كويس. شكرا يا نور، شكرا يا اسلام، شكرا لكل اللي شاركوا. عايزاكم تشاركوا، ما تقلقوش، يعني عادي نغلط ونتناقش، احنا بنتعلم. احيانا بيبقى الاناليسز باي كويستشن، اللي هو هو a particular person when concerned with time امتى، where a particular place هو فين، why reasons for belief or happening، how the way something works اللي هي الكيفية. question what is not included، احنا ما بنستخدمش what. ليه بقى؟ لان since it addresses a broad range of possibilities، لان what دي تحتمل كثير، نطاق واسع من الاحتمالات. طيب support summary والsupport والtransitional. السummary stating a general idea or concept. support are providing the specific details and facts. transitional moving from one point to another. transitional signals، الحاجات transitional هتلاقوا الجملة بتبدأ بإيه؟ بفيرست، next، finally، then. sentence raises questions about previous examples, additional examples, situation, period to change. برضو ال examples of transitional signals. sentence begins with but, although, through, rather, however. A sentence raises questions about gist of argument. A statement of the following argument, the rule having an exception. Taking notes. Feel traditional methods. Outlining, highlighting, mapping, drawing concept trees. انتوا عملتوا mind map التمرين اللي فات صح؟ باشمهندسين ايوه دكتور، ما لسه ما عملتوش. المهم يعني في ان انت لما تعمل mind map في توتوريال هيبقى عندكم اللي هو المايند ماب. هو ده دي طريقه اللي هي المابينج. focus on the topics not the details، او ان انت to write 5-word summaries
تلخص الباراجراف كله، الموضوع كله في 5 جمل. Seeking out topic sentences. ده بقى تمرين. اعتقد ده انتوا المفروض تعملوه في السكشن. تقريبا وقتنا قرب يخلص خالص، او تقريبا هو بيخلص دلوقتي، المفروض 4:15، بس هنعمل كده بسرعة. وإحنا كده يعتبر إيه، خلصنا تقريبا المحاضرة. بس في لعبة لطيفة عايزين نلعبها سوا قبل ما ننهي المحاضرة. معلش أنا بعتذر لكم، أنا كانت حرارتي عالية الصبح، وهي تقريبا دلوقتي برضو حرارتي بتعلى، فأنا تركيزي مش 100%، فسامحوني. الله يسلمكم. فأنا حاسة أن أنتم في حلم دلوقتي بصراحة. خلينا بس، أنا مصرة على الجيم اللي في الآخر دي، عشان هي دي من الحاجات اللطيفة قوي. فإيه ده بقى باراجراف اسمه إيه؟ Business Entertaining in Argentina. تمام؟ في باراجرافات اهي قدامكم، في الدكتور سايب لكم اللي هو المساحه البيضاء، دكتور علي، السبيس الابيض بين الباراجراف دي علشان تكتبوا 5 كلمات، اهو تعملوا سمري من 5 كلمات. تمام؟ للكام باراجراف دول؟ 1 2 3 4. تحبوا نجرب واحد؟ تمام. طيب تمام، هو المفروض ان ده بعده، ده بقيته، هو ده الاساينمنت، دي الريفرنس بتاعت المحاضرة. ودي دي اللعبة اللطيفة بقى، الألعاب اللطيفة. احنا نعمل باراجراف وانتوا تكملوا الباقي. حد يقرا؟ من المتطوع؟ بنعمل سمرايز يعني الجملة واحدة، ولا نعمل سمرايز للكلام ده كله؟ لا، كل باراجراف هنعمل له 5 كلمات، نكتب سمري من 5 كلمات، حاجة ما تعداش 5 كلمات. بس انت ممكن لو زادت شوية ممكن يبقى حروف جر، يعني لو تزيد ما تزيدش كلمة، تزيد حرف جر، تزيد حاجة كده يعني، لكن الكلمات المين 5 ماكسيمم. مين هيقرا؟ ممكن اقرا. اتفضل يوسف. خالد. وليد خالد، صح؟ تمام. تمام، اتفضل. Argentines believe that building and developing trust with individuals is paramount for establishing business relationships. One way that these relationships are developed is by spending time together during meals. Business dinners are the norm because many Argentines return to their homes for lunch. قول لنا كده تايتل، يبقى حط لنا كده سامري، يبقى ايه مجمع كل حاجة، معنى يشمل كل حاجة في 5 كلمات. ممكن تقترح ايه؟ وهنفتح مش لازم وليد بس يا باشمهندسين، يعني وليد هيبدأ يتكلم، واللي عايز يقول حاجة يرفع ايده. اوكي؟ ممكن اقول trust with individuals by having meals together. اوكي.
اوكي بس هتبقى ناقصه حاجه صغنونه احنا ما اتكلمناش عن عليها حاجه مهمه هي الريليشن شيبس والتراست والميل بس مش عارف اجيبهم الثلاثه مع بعض. طيب اوكي انت دلوقتي انت الكلام الكلمات لطيفه بس احنا دلوقتي احنا في معلومه احنا عايزين نقولها ان الارجنتينيين دول ما بيعرفوش يتغدوا سوا عشان بيحبوا يتغدوا في بيوتهم بيعملوا فيبقى احنا ايه كلمه ايه اللي مهمه هنا الدينر صح تمام فانت لكن انا حلوه الكلمات اللي انت استخدمتها دي كويس. ممكن اشيل ميلز واحط دينر هافينج دينر يعني انا قلت اساسا ميلز هافينج ميلز بالاخر ممكن نشيل ميلز ونحط دينر احسن صح ماشي اوكي كلام حلو جدا ماشي برافو يا وليد حد فيكم ليه اقتراح اخر احنا ممكن مثلا نقول دينر is important to establish business relationship between Argentines مثلا طيب تمام بس عد كده الكلمات بتاعتك من غير حروف شوي. الجر طب عدهم من غير حروف الجر كده او حاول تختصرهم بحيث ان ممكن تبقى في باي دي مش هنحسبها بس ايه هنحاول ان احنا نختصر بحيث ان ايه ان ما يبقاش في يعني ما فيش عندنا يبقى عندنا حوالي 5 كلمات ممكن يا دكتور اقول haven't trust placed in plates ايه لا تاني كده having trust ايه served in plates مثلا هي بس احنا قلنا ما هي مش اي plates بقى احنا قلنا هي dinner plates بقى صح ممكن نقول انواع الاطباق لا ما هي انت قلت ايه ان انت بتقول انت قلتها ايه serving ايه trust serving trust and plates بس تبقى dinner plates اللي هي اطباق العشاء ما تبقاش بقى لان احنا مش اي اطباق ما هم لا بيتقابلوا لا في فطار ولا في غدا هم بيتقابلوا بيحبوا يتقابلوا في العشاء احنا عايزين يبقى دايما الجملة بتاعتنا مجمعة حاجات كتير بس برافو يعني لا مبسوطة منكم لا يعني يا شباب برافو عليكم كلكم طيب تحبوا بقى انتوا بقى تكملوا الباقي احنا هو عملنا باراجراف منهم انتوا كملوا الباقي as assignment ودلوقتي بقى هنلعب الجيم اللطيفة دي ممكن يكون حد منكم شافها قبل كده اللي شافها قبل كده ما خلي حد من زمايله تاني يعملها او خدوا جملة او paragraph من المتطوع بالعكس ولا ايه if you can read this you have a strange mind too can you read this I couldn't believe that I could actually understand what I was reading حاجة power of the human body of the human mind the phenomenal power of the human mind According to a research at Cambridge University. طب خلي حد يكمل بقى. مين عايز يكمل؟ مين عايز يكمل؟ أنا أكمل. تفضل. It doesn't matter in what order the letters in the word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Amazing, huh? Yeah, and I always thought spelling was important. برافو عليكو. حلوة بقى ديكو كلكو. هو هنا بيقول لك ان وفقا للدراسة في Cambridge University ان عقل البني آدم بيقدر يقرأ الكلمات الحرف الأول والأخير سليم. انت هتلاقوا كل الكلمات دي الحروف جوه ملخبطه بس اول واخر حرف سليم
I couldn't believe that I could. يعني إحنا لو هنقراها. If you can read this, you have a strange mind too. يعني أنت لو أنت عرفت تقرا ده, أنت عندك a strange mind أيضا. Can you read this? بيسألك أنت عارف تقرا ده. I could believe. وبعد كده I could believe. أنا أعتقد that I could. يعني أنا actually understand. أنا حقاً أفهم يعني فاهم يعني what I was reading اللي أنا بقرأه. The phenomenal power of human mind. Phenomena يعني ظاهرة. بس phenomenal power اللي هي يعني هي power phenomenal للعقل البشري. In according to a research, وفقاً لبحث في Cambridge University, at Cambridge University, it doesn't matter, لا يهم, in what order the letters in a word are, إيه الترتيب بتاع الحروف هيكون. The only important thing, الحاجة الوحيدة المهمة, إن the first and last letter, أول وآخر حرف, يبقى في المكان السليم. In the right place. The rest can be total mess. ممكن الباقي يبقى total mess. Mess يعني فوضى. Can still read it. قادر تقرأ. Without a problem. من غير مشكلة. This is because the human mind, ده علشان العقل البشري يقدر يقرأ كل حرف by itself بذاته, يعني يقدر يقرأ كل حرف بذاته. But the word as a old, الكلمة كلها the human mind doesn't read every letter by itself, العقل البشري مش بيقرأ كل حرف بذاته لكن بيقرأ كلمة على بعضها. Amazing يعني مذهل. ها؟ بجد صح يعني. Yeah, أيوة. And I always wanna diamond. And I always thought spelling was important. أنا دايما معتقد إن spelling حاجة مهمة. طيب هنا بقى سامعين حضرتك بس تقريبا لا هو بصراحة ولا أنا يعني في حد يا شباب مش حد حتى فرنش أنا كنت باخد فرنش بس يعني أنا نطقي فيه مش قوي الصراحة تيجي تجرب وهنا ده إيه يعني هي انجليزي على فرنساوي يعني هو البراجراف محطوط ان هو انجلش على فرنش من انا في بالي وكنت بايلينجوال يعني طيب حد انا ممكن اجرب طيب اوكي حضرتك برضه هتدي سيكشن فانتوا دلوقتي لو احنا المفروض السكشن بعدين اللعبه الاخرانيه دي بس كده بقول لكم هو باشمهندس عمرو بعد دلوقتي على تيز انه يبدا 5 يا دكتور هيبدا 5 طيب اوكي يعني معانا وقت وانتوا تاخدوا بريك تروحوا تصلوا وتروحوا تاكلوا لقمه وتخسروا الشوكو بس مين اللي هيجرب لنا بقى الفرنش كان الفرنش مستوره فيها بس ونسيت بصراحة آخره كان ثانوية عامة معي فيلا هاي أنا ممكن أجرب تفضل you can't read this see type of bilingual being bilingual is for me the best pleasure the world entire think about it for an instant you can utilize two different long momentum in a such way that we that makes tone
كيرفي wants to explore from the speed per can it switch from one long to another but still to do it and ressentir spécial at the same time et c'est pour ça you are unique le fait that tu peux lire this text without stopping to think et un talent très few people have la majorité of people struggle to lire just a single language but what you are doing maintenant est un sign of absolute genius reading a très complicated text into long different seamlessly makes you a nerd et someone qui trouve joy in languages. Reading said text must have given your brain a nice little workout. That's why you should le partager avec vos amis sur Facebook de rien in advance and have très bonne journée slash me. اي برافو يا باشمهندس احمد عمر انا مش شايفه غير حروف انا بس يعني بخمم برافو ميرسي عمر ميرسي ليك انتوا فهمت يا باشمهندسين طب ممكن انت تشرح لزمايلك ايه المقصود بالكلام ده هو بيتكلم عن ان انت كونك تقدر تقرا لغتين مع بعض في نفس الوقت وان العقل بيقدر يحاول ما بين اللغتين من غير ما يقف يفكر معنى كل كلمه هي ايه فهو ده شيء فريد لان ده بيدل ان انت تستمتع باللغات وان هو يعني شيء معقد ان انت تقدر او شيء فريد يعني ان انت تقدر تحاول ما بين اللغات وتقراها كلها ورا بعض من غير ما تقف عند كل كلمه يعني تمام برافو عليك ميرسي كتير يا عمرو شكرا جزيلا اخدتوا بالكم يا باشمهندسين فهمتوا المقصود ايه تمام تعالوا بقى نشوف دي كل واحد هياخد جملة مين أول جملة؟ إذا تمكنت من قراءة هذا النص إيش اللي بدأ يكمل وبعد كده اللي بدأ يتكلم ياخد الجملة بعدها إذا تمكنت من قراءة هذا النص فهذا يدل على أن نظرك جيد لا بأس به برافو طيب الجملة الثانية إما إذا ما زلت تقرأ بهذا الشكل بهذا الشكل فإنك مطلع جيد على اللغة العربية أنت مطلع جيد على اللغة العربية ولكونك وصلت لهذه العبقرية بنهنئك على اجتيازك لهذا الاختبار بشكل ممتاز برافو برافو يا نور برافو يا باشمهندسين انا ما عرفتش اسمعكم مين اللي قبلكم مين اللي قال قبل في ام وفي محمود ومين الاول انا مصطفى اول واحد مصطفى ومحمود ونور وكل اللي شاركوا في الموضوع وكل الجيمز وكل المحاضرة وميرسي ليكوا كتير وربنا يوفقكم جميعا يلا بقى روحوا بقى دلوقتي كل لقمة روحوا صلوا روحوا كل لقمة كده وعلشان تستعدوا للتوتوريال بعد ذلك يا دكتور بالنسبة للسلايدز هتترفع عندك هحطها لكم دلوقتي على الأعمال زي المرة اللي فاتت تمام شكرا دكتور هو المادة نظام الامتحانات فيها وهيكون فيه ميد ترم وكده يعني طبعا هيبقى فيه ميد ترم هيبقى فيه ميد ترم طبعا بيبقى طب مذاكرتها من السلايدز بس كفاية يعني ولا في حاجة تانية السلايدز والتوتوريالز وتبقى فاهم مش حافظ هو أنا فاهم عموما الكلام بس أنا بتكلم عموما ممكن يجي أسئلة بتكون جاية نصيا من الحاجات دي
لا بتبقى ام سي كيو، تبقى وبتبقى بتبقى انت بتذاكر كل حاجة اخدتها يعني محاضرات توتوريالز والامتحان بيبقى ام سي كيو. في بروجكت للمادة ما تسبقش الاحداث، هو دلوقتي ان انت عندك توتوريالز وعندك محاضرات وعندك امتحان ميتر. اوكي تمام. اوكي تمام، يعني ربنا يوفقكم جميعا. اي اسئله كمان؟ قبل بقى ما اسيبكم واقول لكم واشوفكم على خير ان شاء الله، من فضلكم خلي بالكم على صحتكم. التغيير الجو دلوقتي اللي هو بقى ايه، تيار هوا وعطس ومش عارفه ايه، وفي دور انفلونزا كده ماشي بيعمل احتقان في الزور كده، خلي بالكم من نفسكم. وبرده حتى لو انتوا واخدين صح السكن المكان، سلم عليكم، خلي بالكم من نفسكم ومن صحتكم ومذاكرتكم. ربنا معاكم واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. رعاية الله، السلام عليكم. شكرا يا دكتور. شباب.